وللمزيد انضم الينا من قطر مراسلنا في مونديال 2022 بشير سنان. بشير، مرحبا بك. مرحبا عزيزي، تحيه لك وتحيه جميع تحيه متابعي لك قناه بشير. الامام بشير اليوم اليوم حدثنا عن حدث نعم اليوم من حدثنا منطقه راس ابو عبود بمكان تجمعات الخاص في كاس العالم ومكان الشاشات العملاقه. طيب حدثنا اليوم عن الجماهير العربية التي آزرت كل المنتخبات العربية وآزرت منتخب المغرب، وأيضا عن الجماهير المغربية. المغرب قام بواجب كبير وأدى ما عليه. المنتخب المغربي قدم بطولة للتاريخ، هذا ملخص كل ما يمكن أن يقال بحق أسود الأطلس. لا نستطيع أن نعود أو نلقي اللوم على اللاعبين أو على المدرب بخصوص الخسارة من كرواتيا، هي خسارة طبيعية من منتخب واحد من أفضل المنتخبات على مستوى العالم. يكفي أن المنتخب المغربي حقق ما لم يحققه أي منتخب عربي أو أفريقي بالوصول إلى مربع الذهب. الجماهير المغربية كما تشاهد من حوالي سعداء جدا وسعيدين بالنتيجة، سعيدين بما تحقق للمنتخب، خصوصا في ظل الظروف الإصابات التي داهمت اللاعبين بشكل يعني بصورة غير طبيعية قبل المباراتين المفصليتين أمام منتخب فرنسا وكذلك أمام منتخب كرواتيا. نعم بشير سنان، يعني تريد الحديث مع من بجانبك؟ يعني تفضل تكلمنا عن مشاعرك اليوم وبعد تحقيق منتخب المغرب للمركز الرابع على مستوى العالم. في البدايه المشاعر اول ما تجي بدايه التاهل لدور الاربعه اللي هو نصف النهائي، هذا كانت مشاعر طبعا لا توصف، بحكم ان المغرب اول بلد افريقي يمثل القاره الافريقيه ويمثل بالتالي يمثل العرب انه يتاهل ل خلينا نقول لافضل اربع فرق في العالم من بعد البطوله. هذا شعور بحد ذاته يسطر في التاريخ، والمغرب كان بحق يعني قدم اداء مذهل بادائه في الدور الاول، اداؤه في الدور 16، اداؤه في الدور 8، ومن ثم تاهل الى الدور الاربعه. طبعا تاهل دور الاربعه هذا شيء يعني لن ينسى في ذاكره لا ذاكره نعم. المشجعين ولا لا المغاربه ولا العرب ولا الافريقيين، المشجعين بالشكل العام والخاص بالنسبه للمغربيين، وكذلك للفريق المكون من اللعيبه حاليا، ولا هو جيل يعتبر جيل ذهبي يحقق نتائج مبهره. احداث المباراه طبعا اخذ ايضا معنا اخونا من ايضا، بس يعني اليوم تتويج نقول ما نقول انتهاء الحلم، ولكن نقول يعني بدايه الاحلام بانه منتخب عربي يصل الى الدور نصف النهائي. نعم اكيد، لان هذا الحين اللي حدث الاسود الاطلس اللي لعبوه اليوم والالعاب السابقه المباراه السابقه بحد ذاته هو تاريخي لوصوله الى النصف النهائي. تمام، فنتأمل القادم بيكون هو أكثر وأقوى ويكون عندهم أمل كثير حتى أنه نخلص الشغل والبطولة. وأسود أطلس ما عليهم كلام، ما عليهم كلام مثل ما يقول المشجعين بأنه يعني بداية الأحلام، بداية بإذن الله سنأتي في النسخة القادمة بأمل كبيرة، سيأتي العرب بأمل كبيرة بعد بإذن ما الله. المنتخب المغربي بإذن هذه النسخة. بشير سنان مراسلنا في مونديال 2022، شكرا جزيلا لك.